أهداف خيالية سجلها رونالدينيو لا يمكن تخيلها. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. اللاعب البرازيلي رونالدينيو الذي طالما صال وجال في ملاعب كرة القدم وسجل الكثير من الأهداف الاستثنائية مع فرق كثيرة أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان وإسي ميلان، هذا اللاعب الذي توج مع البرازيل بكأس العالم وحصد الكرة الذهبية لطالما أمتعنا بكثير من الأهداف الاستثنائية. وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا بعضا من الأهداف الخيالية التي سجلها رونالدينيو. لنبدأ. أحد أجمل وأروع الأهداف التي سجلها رونالدينيو كانت بتمريرة مميزة وصلت إليه ليقوم بترويض الكرة على صدره، ثم يسجلها بهذه المقصية الرائعة هدفا ولا أمتع في شباك فياريال. يمكنكم أن تركزوا على بداية الهدف وكيف للتمريرة أثر كبير وتمركز رائع من رونالدينيو ليسجل هذه الكرة. من ركلة حرة ثابتة أمتع رونالدينيو عيون المشاهدين والجماهير الجالسة في أرضية الملعب بهذا الهدف الاستثنائي والخرافي. من ركلة حرة ثابتة أودعها تماما في الزاوية 90 على يمين حارس المرمى. يمكنكم أن تركزوا كيف قام هذا اللاعب باختطاف الكرة من أمام المدافعين وإرسالها إلى رونالدينيو ليقوم الأخير بتسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء محرزا هذا الهدف الرائع. لنستمتع معا بهذه الركلة الحرة الثابتة من رونالدينيو على يسار حارس المرمى كيف كانت. من منتصف الملعب يتقدم رونالدينيو ويجر الدفاع معه ليتخطى هذا المدافع، ثم يسقط هذا الآخر من أمامه ليضع الكرة على يمين الحارس بطريقة جميلة للغاية. تابعوا كيف لم يتوقع حارس المرمى هذه الكرة. لنستمتع بهذه الركلة الحرة الثابتة مع المنتخب البرازيلي وكيف سجلها رونالدينيو باقتدار على يمين الحارس بهذه التسديدة التي باغتت الجميع. لا أعتقد أن أحدا يستطيع التحكم بالكرة كما يفعل اللاعب البرازيلي رونالدينيو إذ تقدم بهذا الشكل من منتصف الملعب ليجد أمامه هذا المدافع. وركزوا كيف قام بمراوغته والدخول ليضع الكرة بينه وبين حارس المرمى بلقطة جميلة مسجلا هذا الهدف الرائع. لك أن تتخيل أن هذه التسديدة سقطت تماما في الزاوية 90 على يمين الحارس. ما رأيكم بهذا الهدف الخرافي؟ أحد أربع الركلات الحرة الثابتة والتي سجلها رونالدينيو مع المنتخب البرازيلي ضد منتخب إنجلترا. فركزوا كيف نزلت الكرة بهذا الشكل وبالمنطقة التي يقف بها حارس المرمى تماما. لا أحد سيمتعك بكرات كهذه كرونالدينيو إذ تابعوا كيف اخترق الدفاع بطريقة جميلة للغاية، ومن ثم وصل حارس المرمى ليراوغه وبعدها سجل الكرة في الشباك. لا أحد يستطيع أن يشاهد هدفا كهذا من ركلة حرة ثابتة ولا يصفق لرونالدينيو الرائع الذي جعل الحارس يتفرج على الكرة وهي تدخل في شباكه هدفا. من هذا المكان يرسل اللاعب رونالدينيو ركلة حرة ثابتة غاية في الإبداع يسجل منها هذا الهدف الخرافي على يمين الحارس الذي جلس ينظر إلى الكرة وهي تمر إلى شباكه هدفا ولا أروع. أحد الأهداف الجميلة عندما ارتدت الكرة من الدفاع لرونالدينيو ليقوم الأخير بترويضها ويثبت قليلا، ومن ثم يرسل هذه الكرة بشكل رائع على يمين الحارس بتسديدة استثنائية.
then it's your chance to be ruthless. في هذه اللقطة أخطأ هذا المدافع ليقوم رونالدينيو بقطع الكرة ويتقدم بانفراد، فركزوا كيفما إن وصل إلى حارس المرمى حتى رفع الكرة من فوقه مسجلا هذا الهدف الجميل. دعنا نشاهد أحد الأهداف النادرة للاعب رونالدينيو في بدايته، وهذه الركلة الحرة الثابتة الخرافية وكيف أودعها على يمين حارس المرمى. لنستمتع بهذا الهدف الجميل أمام تشيلسي، حيث كان الفريق قد أغلق دفاعه بالكامل، لكن رونالدينيو وجد الثغرة بطريقة مميزة حيث وقف أمام منطقة الجزاء ليرسل الكرة بشكل رائع على يسار حارس المرمى مسجلا هذا الهدف الجميل. يمتعنا اللاعب البرازيلي رونالدينيو بهذه الركلة الحرة الثابتة، وعلى من؟ إنه إيكر كاسياس العملاق الإسباني. شاهدوا كيف دخلت الكرة في شباكه وأخذ ينظر إليها وهي تمر هدفا بهذا الشكل. لنستمتع معا بهذا الهدف الرائع من رونالدينيو، حيث تقدم بهذه الكرة ليبعد المدافع الأول، ثم يتقدم وبعد ذلك يسبق هذا المدافع ليأخذ انفرادا، وما إن وصل إلى داخل منطقة الجزاء تابعوا كيف رفع الكرة من فوق الحارس إذ قام بتسجيل هذا الهدف الرائع برونق جميل. يستلم رونالدينيو الكرة، فتابعوا كيف تلاعب بهذا المدافع ومن ثم سدد كرة قوية ومباغتة دخلت هدفا على يمين حارس المرمى بشكل إبداعي. أحد أروع الأهداف التي يمكن أن تراها للاعب رونالدينيو، حيث تقدم مراوغا اللاعب الأول ومن ثم راوغ الثاني، ومن هذا المكان سدد كرة إبداعية وقوية لتدخل وتضرب في العارضة ثم تدخل إلى الشباك هدفا استثنائيا. لا يمكنك أن تخبرنا رأيك عن هذه الرأسية سوى أنها رأسية رائعة، اتابعوا كيف وصل رونالدينيو ليرتقي بالهواء ويسجل الرأسية المميزة على يمين حارس المرمى. لا يمكنك أن تشاهد هدفا كهذا كل يوم، لكن رونالدينيو منحنا هدفا رائعا واستثنائي، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أنزلها لوب من فوق حارس المرمى بطريقة ولا أروع وفي الزاوية 90 تماما. رونالدينيو يستلم الكرة ثم يقوم بدفعها من بين أقدام هذا المدافع ليتقدم ويرفع الكرة لوب من فوق حارس المرمى، ومن ثم يحتفل بهذه القبلة على الكاميرا، فتابعوا هذه الدقة الرائعة والمرور بهذا الهدف المميز. يمكنكم أن تستمتعوا هنا بسهولة تسجيل الأهداف في شباك ريال مدريد من قبل اللاعب رونالدينيو الذي كان يزيح الدفاع بكل سهولة ويوضع الكرة بهذا الشكل في الشباك. يتمتع رونالدينيو بسرعة رائعة بعمل المراوغات السريعة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف يتبادل الكرة مع زميله ليرفعها من فوق هذا المدافع ويتقدم إلى داخل منطقة الجزاء ويحرز هذا الهدف الجميل بعد أن عبث بالدفاع بالكامل. لنتابع كيف وصلت الكرة إلى رونالدينيو ليقوم بإعطائها إلى زميله بلقطة خاطفة فيرجعها إليه فيتقدم ويسجل هذا الهدف الغاية في الذكاء. تمريرة رائعة وطويلة تصل إلى رونالدينيو، يقوم الأخير بإبعاد الحارس الذي خرج ليقوم بإيقاف هذه الكرة، لكن رونالدينيو قام باختطافها والتقدم ليودعها هدفا في الشباك. ما رأيكم بهذه الركلة الحرة الثابتة على يسار الحارس وكيف دخلت في الزاوية 90 تماما؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.
جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.